أهلا بكم. افتتح اليوم بالعاصمة نواكشوط الأسبوع الوطني للصم في نسخته السابعة تحت عنوان ورشة تدريبية حول تقويم النطق لدى الأطفال الصم. ووقع خلال الورشة اتفاق شراكة بين مؤسسة التكوين المتخصصة والمنتدى الموريتاني للصم. وتوقع القائمون على الدورة الأولى من نوعها أن تعوض النقص الذي كان حاصلا بسبب غياب المؤطرين المتخصصين. دورة التنطيق الأولى التي تنظم على هامش الأسبوع الوطني للصم في نسختها السابعة، وهي الدورة الأولى من نوعها في بلادنا، وستسمح هذه الدورة بسد الفراغ الناتج عن انعدام متخصصين في هذا المجال، والذي بسببه عانى ويعاني ناقصي السمع وأسرهم.